يا مساء الفل والهنا والصحه والسعاده على حضراتكم. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجكم المفضل نقنقه. النهارده هنعمل مع بعض وراك الفراخ بالطريقه التايلاندي خطيره، وبعد كده هنعمل ايس تي بالبرتقال. ايه المكونات اللي عندي؟ عندي هنا بالنسبه للحاجه اللي هنتبل فيها او هنحط فيها الوراك قبل ما تتشوي، عندي شويه من الكوكونات ميلك من لبن جوز الهند، وشويه من معجون الكاري. بالنسبه للخلطه اللي هنعملها وتتحط على الفراخ من فوق بعد ما تتشوي، عندي فلفل احمر، عندي زيت سمسم، عندي كزبره خضراء، عندي سوداني، عندي عصير ليمون وصويا وسمسم، وعندي هنا شويه من ويدجز الليمون للتزيين. طيب على طول كده تعالوا ايه، طبعا لو عندنا وقت نخلي الفراخ في السائل ده اكتر وقت نقدر عليه، لكن حتى لو ما عندناش نقدر ننزلها فيها وعلى الشوايه على طول. جوانتي كبير قوي، عامل زي جوانتي حراس المرمى. يا جماعه انا ايدي اصغر من كده بكتير. يلا هناخد لبن جوز الهند وهنزل بمعجون الكاري، قلب كده كويس يدوب الكاري في اللبن، وزي ما قلت لكم بقى بناخد الفراخ بتاعتنا ننزل بيها في السائل ده اهو. الحاجة الوحيدة اللي ممكن نزودها هنا نزود شوية من الملح. قلب الفراخ بتاعتي في الصوص كده اهو، وعلى طول ننقل على الشواية. حلو قوي، نجيب بوله بره كده اهو، وهنبتدي نخلط بقى بقيه المكونات بتاعتنا كلها. عندي الكزبره الخضراء، فلفل احمر، سوداني، سمسم، وهنزل بقى زيت السمسم، عصير الليمون، وشويه من الصويا صوص. قلب الكلام ده كويس قوي مع بعضه. وبصوا جهزنا كده الخلطه اللي هتنزل فوق الفراخ بعد ما تتشوي. طبعا بقى شوي الفراخ ما فيهوش حاجه، هنسيبها كده شويه وهنديها القلبه بتاعتها. خلينا نطلع نخطف فاصل في السريع على ما نشوي الفراخ بتاعتنا ونرجع نقدمها ونعمل المشروب بتاعنا. متروحوش في حته. رجعنا لحضراتكم مره ثانيه بعد الفاصل. قبل ما نطلع فاصل عملنا مع بعض الفراخ بالطريقه التايلاندي وحطيناها تتشوي وعملنا لها الخلطه بتاعتها. تعالوا بقى نرفعها ونقدم كده. نرفع الفراخ عظيم جدا، ناخد الفراخ بتاعتنا نحط شويه كده نوجز الليمون. هما في تايلاندا بيحطوا ليمون على الفراخ.
ادي وجز الليمون كده واهو الحاجه التانيه بقى ناخد الخلطه اللذيذه اللي عملناها دي وهننزل بيها على الفراخ نفسها بالشكل ده. نبقى كده عملنا مع بعض التاي تشيكن او الفراخ بالطريقه التايلاندي، وعملنا لها خلطه لذيذه قوي تحط فوقيها كده، وكمان التتبيله بتاعتها كانت لبن جوز هند وشويه من معجون الكاري. بيفرق قوي لو عندنا وقت وقدرنا نسيبها في المحلول ده شويه حلوين، هتفرق معانا قوي في الطعم. طيب هنعمل ايه دلوقتي في المشروب؟ هنعمل ايس تي بالبرتقال. عندي حاجات بسيطه خالص، ركزوا بقى معايا هنا شويه. عندي هنا تي باجز شاي، عندي بشر برتقال وشويه من البرتقال. هناخد الكلام ده ونحط عليه ميه ونغليه، وبعد كده بيتصفى ويطلع لي بالشكل ده. خلاص انا مش محتاج هنا خلاط اصلا، احنا على طول في اي حاجه كده اللي هنقدم فيها. بصوا بقى هنعمل ايه، هاخد البرتقال ده وهنزل هنا هجيب كده ظهر معلقه خشب او اي حاجه عندي في المطبخ كده تبقى متعقمه، نضغط كده شويه مش كتيره يعني، انا مش بضغط قوي، انا بس ايه عايز اسويه تحت. ناخد تلج ايس تي بقى فيحب التلج يعني اهو. هاخد العسل هنزل بيه في الشاي اللي زي ما قلت لكم ده عباره عن شاي اتغلى ببرتقال وبشر برتقال، وبعد كده بيتصفى كويس جدا. قلب كده كويس، دوب العسل ممكن شوية العسل دول برضو واحنا بنسوي اللي هو بنغلي المية ممكن ننزلهم فيها هيدوب طبعا أسرع. بعد كده ناخد الشاي بتاعنا وعلى طول نبقى كده عملنا مع بعض ايس تي بالبرتقال، وعملناه مع الفراخ بالطريقه التايلاندي او التاي تشيكن. ونبقى كده وصلنا لاخر حلقتنا النهارده. اشوفكم الحلقه الجايه، ما تنسوش تحبوا بعض. سلام عليكم.